بلا عيلة هون. ما راح تاخديها إذا بتطلع عيونك بالطول وبالعرض عم تفهمي؟ ما راح تاخديها. لك يخرب بيتك من حالك، عمري كله قضيته معك بالشقة والتعتير، هيك بتعاملني هلا؟ والله أنت وضعي وبتعرفيه من الأول، أنا ما كذبت عليكي. أيوة بعد لا تعملي حركات المسكنة هي شقة وتعتير، أنا شقيان ومعتر وتعبان أكثر منك بمليون مرة وأكل هوا وساكت. لك أنا خليني أروح لبيت أهلي، أنا ما عاد بدي ضل هون. تفضلي تفضلي، يلا الله معك. ايه رح اتفضل، بس بدي اخذها بالاول. ما رح تاخديها غير على جستي، عم تفهمي؟ بتضل ضل هون، فهماني؟ ولك هي من حقي انا، ولك انا اللي فيها حق اكثر منك بمليون مره. ما رح اطلع بلاها. تعي لهون، ما رح تاخديها غير على جستي، عم تفهمي؟ وانا ما رح اطلع بلاها. اسمعي لك، خذي كل شيء بالبيت، خذي كل شيء بدك اياه الا هي. ويلي بيسمعك بيقول في الف شغله بتتاخد من البيت. اخي انا ما بدي اخذ شيء من البيت، انا بدي اياها هي وبس. أنا بفرجيك. لا 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 لوين أخدها؟ ولك يا ويلك من الله يلي ما بتخاف ربك وما فيك ضمير، 9 ساعات وأنا واقفة لحتى أخدتها، هيك بدك تاخدها هلا؟ حضرتك كنت واقفة 9 ساعات لأنه كنت عم بشتغل دوام ثالث لحتى أعمل لك حقها، بدي أخدها وأخفيها والجن الأزرع ما رح يعرف وينها. Ha ha ha!